دليل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى على العرش بذاته، وعن القرآن نقول كلام الله غير مخلوق، فزيادته بذاته وغير مخلوق هل تستجد مع ما نقوله أنه لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ورسوله، وآيات وأحاديث الصفات نمرها بلا تفسير، هاتان الزيادتان أو جاءتا عن الصحابة إذا لا فمتى ظهرتا وما سبب ظهورهما، وهل هاتان الزيادتان صحيحتان؟ أما الاستواء فعبد الله بن المبارك يقول نعرف الله بأنه مستوى على عرشه باين من خلقه، ولا نقول أن الله سبحانه وتعالى على الكرسي أي على الأرض جالس، ولا لأنه ليس بجالس، نؤمن بأنه مستوى على العرش سواء يليق بجلاله. نعم، وما أكثر ما يفوض أهل السنة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على إنصافه وعلى ورائهم فهم يقفون عند الأدلة لا يزيدون عليها ولا ينقصون. نعم، وسنحن ما نقول، نقول استواء استواء يليق بجلاله ونؤمن بأنه على العرش، هل هو متصف بالعرش أم باين للعرش؟ نعم، الذي نجزم به أنه ليس محتاجا للعرش وأنه غني عن العرش، هذا الذي نجزم به. أما هو ملاصق للعرش وأنه يأتي في النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة ويجلس معه على كرسي، هذا ما ثبت، ما ثبت هذا. نعم، وإن كان الدار القطني يثبته وأتى فيه بأبيات من الشعر لم يثبت، بقي لفظة ولفظة مخلوق. فالسلف كانوا يؤمنون، صحابة يؤمنون بأن كلام بأن القرآن كلام الله وليس عندهم مخلوق ولا ليس المخلوق، حتى جاء المبتدعة وقالوا إنه مخلوق، مثل واصل بن عطاء فمن بعده، فاضطر التابعون إلى أن يقولوا إنه غير مخلوق. الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة يقول إن زيادة مخلوق لم ترد ولا غير مخلوق لم ترد، نؤمن بأن القرآن كلام الله. نعم، قد ورد عن غير واحد من السلف كما في السنة لعبد الله بن أحمد من قال القرآن مخلوق فقد كفر، بل جاء حديث مرفوع أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وهو ماذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت القرآن غير مخلوق ردا على المبتدعة الذين يستدلون بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويقولون المجعول مخلوق، ولكن جعلنا ها هنا بمعنى طيرنا. نعم، ويستدلون أيضا بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث قالوا المخلوق، ولكن المراد محدث منزل شيئا بعد شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفعلى كلهم أنت إذا قلت أنا لا أقول إن الله مماثل العرش وليس مماثل له، لا أقول هذا ولا هذا، أؤمن بأنه على العرش، هذا هو الحق. وكذلك أيضا مسألة من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أنا ما أكفره وأعتبره مبتدعا، أعتبره مبتدعا. نعم،
إذا قال إن الله مخلوق، لأن نقول هو الله أحد، الله أحد اشتمل على الله، لكنه لا يقول بهذا. المهم أن هلجمة أصحاب الكلام هي التي أبعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإلا فالقرآن صفة من صفة الله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعم، والاستعادة بالمخلوق لا تجوز، دليل على أنها صفة من صفات الله، والله المستعان. وأن تحضر بالرجوع إلى كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، وهكذا كتاب الشريعة للآجري، وقبل هذا أيضا كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم جزاهم الله خيرا. لا أقول قبل هذا بل مع هذا، لأن كتب المتقدمين أشهر. تفضل. فتكملة لموضوع العرش، تقدم أن قلنا أننا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى مماثل للعرش ولا ليس مماثل له، وليس معناه أننا ننفي جهة العلوم. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا سئل عن الجهة فيقول إن أريد الجهة بمعنى الإحاطة فهي منفية عن الله عز وجل، وإن أريد جهة العلو فنحن نثبت صفة جهة العلو، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة. تفضل بارك الله.